تموت من النار. الفتى سبعون ألف تابوت من نار، في كل تابوت ألف حية، كل حية فيها ألف ضعف من العذاب. فلو خرج من دار الغسلين مقدار حبة من خردل لاحترق آل المشرق والمغرب. ورأيت فيها سبعين ألف شجرة من الزقوم، ورأيت سبعين ألف دار من الزمهرير، ورأيت فيها نساء ينادون فلا يجاوبون ويستغيثون. وقلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال هؤلاء الذين يبذلون أنفسهن لغير أزواجهن. ورأيت فيها نساء مسحوبات بأعناقهن، وفي أعناقهن سلاسل من حديد، سلاسل من حديد النار. فقلت يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال هن اللواتي يكشفن وجوههن ورؤوسهن لغير أزواجهن. اسمعوا يا نساء، بعد في حق الرجال بس حق النساء. رحم الله والديكم، بس لو تستمعون يمكن شوية تخافون، يعني الواعي خاف إن شاء الله، الواعي خاف إن شاء الله. ورأيت فيها نساء على صورة الكلاب والنار، تدخل من أدبارهم وتخرج من أفواههم، وهن يعذبن بأنواع العذاب. فقلت يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء اللواتي يلقن أزواجهن من غير نورا. ورأيت فيها نساء معلقات بألسنتهن، وصراخهن مثل صراخ الحمير، والنار تاكلهن، والحياة والعقارب تلسعهن وتنهشهن. فقلت يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء المؤذيات أزواجهن، والمغشيات بألسنتهن. ورأيت فيها نساء تدور بهن جهنم كدوران الرحى في الطاحون، وهن معلقات بأرجلهن. فقلت يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء معلقات بثديهن، والنار تدخل في أفواههن وتخرج من أدبارهن اللواتي يخرجن من بيوتهن بغير علم أزواجهن. يعني المرأة لازم ما تطلع من البيت اللي مستأذنة من زوجها. سبحان الله. ورأيت نساءً